يعني عندما أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى تستوقفني آيات كثيرة، لكن أكثر آية أحب أقرأها وأحب أتكلم فيها وأحب أقرأ كلام العلماء عنها هي قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله، وكفى بالله شهيدا. يعني حقيقة هذه الآية أنا يعني في تصوري هذه آية التفاؤل، تعطيني انطلاقة، تعطيني تفاؤلا، تعطيني عزة، تعطيني همة، تعطيني ثقة بما أنا عليه، وأن الله ناصر دينه الله سبحانه وتعالى. حتى ما أكملها، لما أقراها ما أكملها، يعني خاصة لما أطرحها على الناس كذا في حلقة ولا درس ولا كلمة ولا كذا، أقول دائما: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. الله، أوقف هني أحس ليظهره تهزني. الله، يعني وفعلا فعلا يعني هذه الآية أحب دائما أقرأها وأحب أسمعها الناس، وأحب يعني أعطيهم يعني جانبا من التفاؤل. يعني لا تيأسوا، خاصة الآن في زماننا هذا اللي هو قضية أن والله الكفار عندهم وعندهم قوة ويعني تقنيات وما أدري إيش وكذا. أنا لما أقرأ هذه الآية هذه ولا شيء، خلاص الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. لكن أهم شيء، هل أنت ممن يساهم في هذا الظهور؟ هل أنت تتشرف بأن تكون لبنة في هذا البناء، خطوة في هذا الطريق أو لا؟